اليوم إن شاء الله تنفتح عدة أسواق عبر مختلف الولايات، ويوم السبت ويوم الأحد سيتم فتح كل أسواق عبر 58 ولاية، وللعدد راح يكون 64 سوق. سوق سموه جواري، سوق رحمة، سوق تخفيض، لكم الخيار في اختيار الأسماء التي تريدونها. قبل ما أتكلم عن السوق خلوني أرفع يعني تشكراتي أولا لكل السادة الولات عبر 58 ولاية، لأن هذه الأسواق تمت بالتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية. من هذا نطمن المواطنين أولياء التلاميذ بأن كل ما يريدونه في الدخول المدرسي سواء من أدوات مدرسية أو كتب أو حتى المآزر متوفرة والحمد لله، ولاحظتهم بأسعار معقولة مقبولة في كثير من الأحيان. البيع يتم في هذه الأسواق أقل من سعر الجملة.